من الناس في ليلة البناء من الربط ومن السحر إلى غير ذلك، يرد أشياء كثيرة في مثل هذه القصص. وخير الكلام ما قل ودل، لكن احرصوا دوما على سنة النبي عليه الصلاة والسلام في كل صغيرة وكبيرة. إن استطعت ألا تحك رأسك كما قال أحد السلف إلا بدليل فافعل. دائما أن يكون هجيرك دوما وأبدا هو ماذا قال رسول الله، ماذا فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام، ماذا قرر رسول الله عليه الصلاة والسلام. دعك من قول فلان وفلان، خلك وإن تطيعوه تهتدوا، اجعل نفسك فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، اجعل نفسك لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وفي قراءة الجمهور أسوة حسنة. قال أحمد بن فارس في معجم مقيس اللغة: والآسي هو الطبيب، والآسي هو الطبيب. نعم تفضل فضيلتك. النكاح منا من الله عظيمة على عباده، يتحقق بها من المنافع والمصالح والفوائد ما لا يعد ولا يحصى. هذه برضو نفس الشيء يا شيخ، يعد ولا يعد ولا يحصى، ولا يعد ولا يحصى. نحن نقول ونثبت كما أثبت القرآن، فهذه تعدلوها مما يعد ولا يحصى، هذا هو البراعة والبلاغة فيها. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعم نعم، لو جيت تعددها ما تحصيها. هنا البلاغة، هنا البلاغة، مما يعد فلا يحصى. نعم نعم، يعني نشطب له. أيوة نعم نعم، مما يعد فلا يحصى. يتحقق بها من المنافع والمصالح والفوائد ما يعد ولا يحصى، وهو من سنن الأنبياء والمرسلين كما قال تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وهذا فيه معذرة، وهذا فيه فائدة، أن التبتل والانقطاع عن الزواج ليس من سنن المرسلين. ولذلك جلس مجموعة من الصحابة الكرام، فمنهم من قال: ما أتزوج أنا، قال خلاص، قال نقطع مذاكيرنا فلا نتزوج، ما نبغى الزواج. والثاني قال: لا أكل اللحم خلاص، ما عاد أكل تاني اللحم تسمعوا الشيخ يا جماعة ولا أنا بس اللي ما أسمعه؟ لا لا ما نسمع، صوت انقطع يا شيخ. خرج الشيخ عن ابنائي. هي نعم رجعت هنا. شيخ أنا ما نسمعك. شيخنا هل تسمعنا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انقطع، أين انقطع الصوت؟ من البداية. ها؟ لا كل لحم. أيوة أيوة نعم 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 نعم. فأتى هؤلاء الصحب الكرام
وكل يعني ظن أن هذا الفعل الذي سيقوم به هو الذي يقربه زلفى. فواحد قال أنا أصوم ما عاد أفطر خلاص، والثاني قال وأنا أقوم فلا أنام، والثالث قال أنا ما عاد أكل اللحم أبدا، والرابع قال خلاص أن نقطع مذاكيرنا ولا أتزوج النساء. فرد عليهم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال أما أنا أرأيتم أصوم وأفطر أقوم وأنام وآكل اللحم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وهذا حديث رواه الإمام البخاري رضي الله عن الصحابة أجمعين من حديث أنس خادم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم قال كلام جميل، قال أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم لله. معنى هالكلام إن ما يظن أحد أنه لما يكون صائم الدهر ولا يكون يقوم ما عاد ينام، ولذلك النبي ما قام ليلة حتى الفجر عليه الصلاة والسلام، أو أنه يعني لما يقول ما عاد أتزوج إن يظن أن هذا من خشية الله ومن تقوى الله، لا، خشية الله وتقوى الله عز وجل في اتباعك للنبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك كان أحد الناس يسأل أحد مشايخنا الشيخ محمد المختار فقيه المدينة وواعظها، يقول لي يا شيخ أنا أبغى مثلك، أنا يعني ما أبغى أتزوج، وأنا ما أدري هل الشيخ تزوج جنان أو لا، الله أعلم. فالشيخ قال له يا أخي إيش لك أنت تكون مثلي، خلك مثل رسول الله عليه الصلاة والسلام، ماذا تريد بي؟ ولذلك يعني ممكن بعض الناس يقول لك إنه لم يتزوج، له ظرفه الخاص، لكنه ما كتب في كتبه أنه نهى عن الزواج. ابن شيخ الإسلام ابن تيمية لم يتزوج أيضا، نستطيع أن نجمع كتابا في أهل العلم الذين لم يتزوجوا، لكن هم لم يقصدوا ذلك، إنما قدر الله عليهم هذا لظروف خاصة مرت بهم، ليس هذا موطن بسطها وبيانها أيها الكرام الفضلاء، ليس هذا موطن بسطها وبيانها. كل له ظرفه، له ظرفه الخاص، لكن السنة هي التي تتبع، والنبي هو الذي به يقتدى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بأبي هو وأمي. فلذلك النكاح هذا من سنن المرسلين، من سنن المرسلين. ومعنى كلمة الفعل هذا النون والكاف والحاء، الأصل فيه بمعنى الضم، نكحت الماء الأرض يعني انضمت إليها وتخللتها، هذا ومعنى هذا الفعل، هذا هو المعنى الفعل. فالفعل هذا نكح ينكح نكاحا، القصد فيه الضم والجمع والتداخل، ولذلك نقول تناكح الأشجار يعني انضم بعضها إلى بعض، ولما نقول نكحت المطر الأرض يعني اختلطت في داخلها وتخللتها. فسمي منه التزوج نكاحا لأن يعني ينضم أحد الزوجين إلى إيش؟ إلى الآخر. ثم أطلق بعد ذلك على الوطئ، أو قيل أطلق على العقد. وأصل النكاح في الاصطلاح هو عقد يفيد حل استمتاع الرجل بامرأة لم يمنع من نكاح أو لم يمنع من نكاحها مانع شرعي، لا أن تكون على ذمة رجل آخر، أو أن تكون في العدة، أو أن تكون من المحرمات عليه، إلى غير ذلك. نقل هذا الحصكفي وفي الدور المختار، وجاء في حاشية ابن عبد، وأيضا نقله الرصاع في شرحه على حدود ابن عرفة في وطبعا النكاح هذا حكمته حكمة عظيمة، يعني يحفظ النسل ويحافظ على استمراره، كما نقل ذلك ابن قدام في منهاج القاصدين، وذكره الشاطبي في الموافقات، وأيضا هو مودة وسكن كما ذكره الله عز وجل في كتابه، وأيضا هو من باب التعاون على المصالح الدنيوية والأخروية، قاله الشاطبي في الموافقات. وأيضا فيه تفريغ ما يضر حبسه واستيفاء اللذة والتمتع، كما نقله ابن حجر الهيثم بالتاء المثنى في تحفة المحتاج على شرح المنهاج من كتب الشافعية،
وفيه حفظ المجتمع من الأمراض الفتاكة المنتشرة كأمراض السيلان والزهري والهيربس والتيربس والزنا والأشياء مثل هذه كلها، الله يعافينا وإياكم. وأذكر الوالد جزاه الله خير يعني أرسل لي يعني مقطعا جميلا لأحد الناس جزاه الله خيرا، وهو يتكلم عن برنامج في أمريكا. هذا البرنامج يذاع في أمريكا من أكثر من 31 سنة بعنوان You are not my father أو You are not my أنت لست أبي. أكثر من 3500 حلقة استضافوا فيها نساء، ودعت المرأة، طبعا المرأة أنجبت سفاحا، فدعت من كان لها صديقا ما يسمى البوي فريند، وكان لها والعياذ بالله خدنا لها نسأل الله السلامة والعافية، وليس لها بزوج، دعته لكي تقول له هذا هو ابنك. فلما البلوى الكبيرة لما أخذوا الكروموسومز أو ما أخذوا ما يسمى بالشفرة الوراثية الدي ان اي ما يسمى بداي نيوكليك أسيد الحمض النووي، أخذوا من كل هؤلاء الرجال الذين دعوا مع مجموعة النساء 3500 حلقة، ولا واحد طلع أب للطفل الذي كان موجودا في الحلقة مع هذه المرأة. تأملوا عافانا الله وإياكم، نسأل الله السلامة والعافية. صدق لا يعني لما قال عبد الله بن رواحة والروم روم قد دنا عذابها كافرة بعيدة أنسابها، أما نحن الحمد لله في بلاد الإسلام كل واحد منكم يقدر يطلع الفاميلي تريز، يطلع شجرة العائلة وشجرة النسب، وينسب نفسه إلى آدم عليه السلام. ولذلك قلت لكم ميزت هذه الأمة بثلاثة ميزات، من يذكر هذه الفائدة التي ذكرناها؟ ما هي الميزات التي ميزت بها أمة الإسلام وأمة القرآن؟ القرى يا شيخ الأنساب عليكم السلام وبركاته. أيوة الأنساب، ثم السند الإسناد، ثم الإعراب أحسن الله. نعم أيوة أمة الإسناد والأنساب والإعراب، هذه أمة الإسلام أمة اللغة العربية. ثلاثة أشياء لا تجد أمة ميزت بها كميز بها أمة العرب والإسلام. أمة أنساب، كل واحد منكم يستطيع أن هو يكتب نسبه إلى آدم عليه السلام ويرفع رأسه مفتخرا، هذا أبي وهذه أمي وهذا عمي وهذا خالي وهذا جدي إلى آدم عليه السلام. أمة أنساب وأمة إسناد، تستطيع أنك أنت كل كتاب تقرأه تأخذ فيه سند إلى مؤلفه، إلى حديث رسول الله عليه السلام، إلى الله تبارك وتعالى في سند القرآن، كمر معنا فيما نحن نقرأ في مقرأتنا القرآنية بحمد الله عز وجل. وأمة الإعراب في قواعد اللغة العربية التي تستطيع أن تتكلم بها في كل وقت وفي كل مكان. أما هؤلاء، ولذلك تجد هذه البلاد ملئت بأولاد السفاح، يعني أولاد السفاح عبر هذه الدول نسب رهيبة جدا بالملايين، نسب رهيبة جدا بالملايين، نسأل الله السلامة والعافية. يعني لما نبدأ نحن نتكلم في مثل هذا، يعني ماذا أستطيع أن أقول لكم يا شباب؟ لو أنا يعني أعطيكم يعني كما يقولون في جريدة اسمها استاتيستا يتكلمون يقول لك the babies are born outside of the marriage، the babies are born outside of the marriage، الأولاد الذين ولدوا خارج إطار الزواج يعني بالسفاح والعياذ بالله، بحمد الله ما تلقى فيها واحد من بلاد المسلمين العرب، عبارة أول دولة فرنسا، بعدين بلغاريا، ثم بعد ذلك تجد البرتغال، السويد، الدنمارك،
هولند، نيدرلاند، بلجيوم، إلى ما لا إلى ما لا نهاية. نسأل الله السلامة والعافية. وهذه عبارة عن يعني كما أقول لكم دراسات أوروبية، يعني دراسات أوروبية. نسبة النسبة يعني إيش أقول لكم، قال لك فرنسا، بلغاريا، سلوفينيا، برتغال، سويدن، دنمارك، استونيا، نيدرلاند، بلجيوم، تشيكيا، سبين، فنلند، هنغري، استراليا، سلوفاكيا، لاتفيا، لوكسمبورغ، ايرلندا، ايطالي، جرمني، رومانيا، ليتوانيا، بولند، كرواتيا، سيبروس، غريس، يونايتد كينغدم، ايسلند، نرويج، سويسرلاند، ليشنتيستاين او ما يسمى ليخاينشتاين على حسب النطق المختلف. ولا دولة مسلمة الحمد لله رب العالمين، ولا دولة مسلمة فضل الله تبارك وتعالى، حتى اصبح عندهم مشكلة كبيرة في اولاد الزنا واولاد السفاح، نسأل الله السلامة والعافية. لذلك يسوقون لما يسمى الليسبينز والجايز، ويسوقون الى الشذوذ الجنسي وما يسموه المثليين. لا، ليسوا مثلي ابدا، هذا يسمى الشذوذ الجنسي. وقال عليه الصلاة والسلام: من رغب عن سنتي فليس مني، حتى تعلموا عظمة هذا الدين ايها الكرام الفضلاء، الذي سن لنا سنن الهدى وسن لنا شرائع الهدى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم.